أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب عن خالص الشكر وعميق التقدير لما تبذله أجهزة ومؤسسات الدولة من جهود مخلصة وخدمات بارزة ساهمت في البدء التدريجي لإقامة الصلاة في المساجد واستنادا إلى بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤكدة معاليها أن هذا الأمر الذي أسعد المواطنين والمقيمين وأثلج صدورهم هو نتيجة واضحة لنجاح خطة وجهود مملكة البحرين والإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع في ظل التوجيهات الملكية السامية والجهود المستمرة للحكومة الموقرة. أشارت إلى أن صدور مثل هذا القرار مهم وبشكل تدريجي تحت ضوابط محددة بحسب توصيات الفريق الوطني الطبي هي ثمرة للجهود الوطنية العظيمة التي بذلت منذ بدء الأزمة، ومشددة على ضرورة اتباع الضوابط الأساسية والاهتمام بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ومؤكدة على أهمية تكاثف الجميع مع الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا وتوحيد الجهود لمواجهة هذا الوباء. كما وأشادت معاليها بنجاح مواسم إحياء ذكرى عاشوراء الكريمة بفضل الجهود النوعية المتميزة والمتابعة الشاملة الحثيثة لوزارة الداخلية ووزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة وفريق البحرين الوطني وكافة الخدمات والتسهيلات التي ساهمت في نجاح المناسبة، وما أبداه المواطنون من تعاون والتزام ووعي مجتمعي لافت يعكس حرص الجميع على تحقيق المصلحة العامة وفق الممارسات الحضرية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعها الفريق الوطني الطبي، مؤكدة معاليها أن ما تشهده مملكة البحرين من ثقافة راسخة وأصلية في التسامح والتعايش ودعم للممارسات الحرية الدينية واتباع الإجراءات القانونية يعد منارة حضارية راسخة لمجتمع حقوق الإنسان البحريني الذي تسوده قيم المحبة والتلاحم والتكاتف بين جميع مكونات المجتمع.